لا تنسى الاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس لتصلك آخر الإشعارات، واضغط على زر اللايك إن أعجبك الفيديو. مشاهدة ممتعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثل ما شفتوا بعنوان الفيديو، اليوم راح أتكلم عن العرس بروسيا، أو عفوا عرس بروسيا، كيف تحصل على زوجة مناسبة بروسيا. وسبحان الله من جيت أنا هنا دا أصور الفيديو كان أشوف عرس روسي يم جامع مال مايكوب هنا ورا الأشجار صاير هناك، بس صورته طبعا شوي هيك، يعني مو تصوير كامل، هو كان نهايته. العروس طبعا زفوها بسيارة مرسيدس هاي العائلة العالية، وراها سيارات، همات مجموعة سيارات قسمها قديمة، بس اكو همات سيارة مرسيدس الثانية. الظهر انه يا الله يهنيهم، عندهم فلوس زينة ويعني فتشي. وراح اخلي لكم هسه الفيديو تشوفوه قبل ما اتكلم عن الزواج بروسيا، فشاهدوا واستمتعوا بسيارة العرس اللي هي سودا مرسيدس. مثل ما شفتوا بالفيديو صعدت بالسيارة، بس اعتقد اكو عرس ثاني، ما ادري هذا نفسه. اعتقد شفت واحدة لابسة بدلة بيضة، خلنا نشوف. اي والله هذيش واحدة ثانية، اذا تشوفوها ما اعرف اذا تقرب الصورة ما تقرب، لا تشوفوها هذيج، هذيج عروس ثانية. يعني اليوم سبحان الله دا احكي عن الموضوع كيف تحصل على زوجة مناسبة، والاعراس قدامي يعني عندكم ترسخون. المهم مثل ما شفتوا تعبت ايدي، لازم موبايل بدل جديد. مثل ما شفتوا يعني عرس حلو، سيارات، الله يهنيهم ان شاء الله، وكل واحد يحصل على الزوجة الصالحة اللي تسعده وتكمل حياته وعيشته. المهم اول شيء طبعا راح اتكلم بهذا الفيديو عن شغلتين. الشغله الاولى يعني متقاربه، اول شيء كيف تحصل على زوجه مناسبه بروسيا، روسيا يعني. الشغله الثانيه عن الفيديوهات، اعتزاز اصلا رجع علي بنفسي، عن الفيديوهات اللي اكو فيديوهات كلش هواي انتشرت ابو جماعه مصدقيها، مال هذين البنات اللي يطلعون يحجون والترجمه نهائيا مو يم الموضوع، مال تقول ارغب في الزواج نطلب من الحكومه العراقيه وهاي السؤال. فما راح احكي لكم عليها شويه بالتفصيل، وراح اقول لكم شنو سبب هاي الفيديوهات. نبدي اول شيء بالفيديوهات، اول شيء ابدي بسالفه كيف تحصل على زوجه روسيه مناسبه. يعني بالمقول مناسبه يعني تكون مثلا عندها اخلاق، يعني مو مثل تروح يعني رايحه ويا 10 غيره يقبلك او هاي الشغلات. اول شيء احب انصح به، اذا تريد تتزوج لا تاخذ من الريف،
لا تأخذ من المدينة. طبعا هاي أنا هسه بدي أحكي لكم، يعني سألت ناس وسمعت من ناس مجربين ومزوجين قبل وعندهم تجربة أقدم مني بهواي، فأنا سمعت من عندهم وتأكدت من أكثر من شغلة واستجيت جمعت لكم الأشياء ودي أحكي لكم. فلا تتزوج من الريف اللي حتفيدك بشغلتين. أول شيء إنه عادة تكون أم الريف تكون ما عندها هاي الشغلات الموجودة بالمدينة، مثلاً الديسكوات، البارات، الصدى، يعني تكون عندها حبيب وتروح وياه وتنام وياه، ذا الشغلات يعني يكونون عادة يكونون محافظين مو نفس المدينة. عاد مو كل المدينة، يعني فوق بنات المدينة زينات، بس عادة المدينة تكون يعني بيها ديسكوات، بارات، يعني هاي الشغلات مو ذاك الشيء. يعني واحد ما يروح يتزوج وحدة نايمة ويا عشرة وهاي الشغلات، لا طبعا واحد ما حد يقبل الا اذا هو جان نفسها. اي فتتزوج من الريف، وهمات الريف شغله زينه، يعني عاده بالريف يعني يكون احلى، حتى احلى من المدينه، يعني كشكل شعر عيون شكل اي كل شيء يعني تكونون احلى. هذا مو دائما بس يعني عاده لا اقول لكم. النوب مثل ما قلت همات اهم شيء، اهم شغله الاهم انها تكون اخلاقها احسن، ما تكون متعوده انه تروح على بارات، ما متعوده تروح على عدا حبيب وتنام وياه ما اعرف ايش، لان اهلها يكون عندهم ثقافتهم شويه مختلفه، متشددين اكثر، ما يسمحوا لها انه تروح ويا حبيبه تنام وياه ما اعرف ايش الا تتزوج وهاي الشغلات. فهذا اهم شيء انت لازم تعرفه وتسأل عنه وتتأكد من عنده. بالنسبة هسه راح أحكي لكم انه نصيحة، اذا تريد تتزوج وحدة يعني معلم انه هاي الاشياء اللي قلتها، حاول يعني لا يعني اذا تقدر تاخذ وحدة، يعني اكيد يعني ما راح قبل مثل عندنا تخطبها وتتزوجها قبل انت ما تعرفها اصلا، لازم اول شيء تتعرف عليها، تعرف على اهلها، تفهم شنو هم يعرفوك شنو، يلا ينطوا فيها هذا الزواج. انه وخاله ما يصير من تقول لها انا قبل اتزوج هي ما تعرفك، خصوصا انت لا روسي لا شيء، واحتمالك سامع عن العرب اشياء، سامع مثلا شيء عن العرب مو زين، يعني خصوصا هنا يكون هواي عرب يسوون مشاكل، عراقيين غير عراقيين هواي يسوون مشاكل، فلازم تعرفك وتعرفك انك تفتك انت زين يا الله. ونصيحتي انه تتعرف وحدة، يعني اذا قدرت ما تكون عمرها فوق 18. ليش؟ لا هي هذا الحكي، يعني انت بزيادة انه تقول لك تاخذ من الريف احسن، انه عادة حتى اذا عمرها فوق 18 اهلها راح يخلوها انه تروح ويا حبيبها او هاي سوالف تنام وياه، بس للضمان انه اذا تعرفت وحدة عمها، يعني مثلا نقول تبدي تعرف عليها 16 على 17، يعني حتى اذا بديت 18 او قبل 18 بشوية. ليش؟ يعني حتى انك تضمن ان هي مثلا 90% او 99% ما رايح نايمة ويا واحد غيرك، يعني او هيك، يعني حتى هيك شيء اضافي يعني من الريف وتكون اقل. ليش؟ لانه القانون هنا بروسيا، واحد بروسيا ممنوع واحد يتقرب من بنية عمرها اقل من 18 يعتبروها قاصر، ممنوع احد يتقرب من عندها. واذا احد تقرب من وحده يعني عندي سووا له عقوبات كلش قويه، وخصوصا اذا كان مو روسي، فهذا يعني عقوبات كلش هوايه، ويسووا له منع من روسيا وكلش، يعني يوقع مش مصيبه اذا تقرب من وحده مره اقل من 18. يعني مو قصدي مو يعني يحكي وياها ويصادقها، لا قصدي يعني يروح يحاول يعني ينام وياها واذا الشغلات. ف يعني تحاول يعني مثلا مو تاخذها صغيره فردنا ب 15 14 سنه وكذا، لا يعني 16 بعد شويه يصير 17 على 18 هيك، عن ما تتعرف عليها وما اعرف يعني تعرفها زين، وهاي الشيء يعني حاول لا تسوي يعني تكون تنطيها فكره زينه عنك، عن اخلاقك، عن اخلاق تربيتك، تشوفك تقتنع بيك، اهلها يقتنعون بيك، يضمنون بلدهم ويا واحد زين، خصوصا قلت لها تروح تاخذ. خصوصا اذا انت تروح تاخذ بنيه من عائله محافظه اكيد راح يريدون واحد زين لبنتهم، واي مو اي احد، وهم عادي ينطون للعرب او لاي شخص بس يشوفون زين، ومثلا تسمع مثلا ما ينطون لل اشغال الكاميرا وجه الشمس صارت، هسه خلنا ادخل بنص الاشجار نفس ظلمت.
ايش ما ينطون لا ينطون بس يشوفوك زين وفاشا دمي عادي ماكو مشكلة. اي فأهم شيء قلت لك انه هاي انك تروح تعرفك يعني تشوفك زين اهلها يعرفوك عن ما تتعرف عليها وتعرفك ما عرفنا صاير عمره 18 19 وبذاك الوقت تقدر تقول لها انه انك تريد تتزوجها وهذا الحكي. وهي عادة هي اذا هي زينة عائلتها زينين هي راح تقول لك تعال تعرف عليها اذا انت زين او هيك. فانت ما دام انت اصلا جاي حتى تتزوجها ما جاي عم تغير شيء فاكيد راح اقول لها اوكي راح اتعرف على اهلك راح اتعرف عليها وان شاء الله تتزوجها وتلقى الوحده الزينه اللي تناسبك. فهاي اهم شيء لك شغلتين انك تاخذ وحده من الريف كضمان يعني مو ضمان يعني 100% بس يعني كعاده يكونون مختلفين ما واحدة ما تكون متعوده تروح على بارات على ديسكوات ويا ولد وما اعرف ايش. أول شيء الأخ نفس ما قلت يعني هم تكون عادة تكون أحلى يعني ما أعرف ليش يعني بس هم هناك حسب اللي شفته أو حسب اللي سمعت عنه إنه هناك تكون يعني كشكل همات أحلى وتكون محافظ والأهم إنك تعرض تشوفه أخلاقها زينة مناسب إليك إنه ماكو واحد زين يقبل يعني يرتبط بوحدة نايمة ويا 10 ولا مليون مقابله. خلي يفوتون دول الناس دول مسلمين راح اصورهم اي تبتعدوا هسه اي فمثل ما قلت انك خلاك الجامعة خل روح اقعد هناك هذا اهم شيء تشوفه هيك وتشوفه هيك و يعني لا اكو زينات حيل زينات واكو يعني عندهم فتشي مو طبيعي يعني كاخلاق وكهاي ان كانت مسلمه ولا ان كانت مسيحيه. لا تسمع انه مثلا روسيه يعني هاي قبل رايحه ويا 10 ما عندها اخلاق ما اعرف ايش. لا اكو زينات اكو مو زينات حسب انت بلدك اما اكو وحده رايحه ويا 10 اكو وحده زينه نفس اي شيء. ماكو مجتمع يخلى من وحدة زينة ووحدة مو زينة ماكو كل زينات 100% ولا كل مو زينات 100% هذا أشياء أهم شيء يساعدك إنك تلقى وحدة زينة طبعا تسأل عنها نفسي حد باقي الأشياء متعرف عليها أو بداية الحكي العادي أكيد نفس الخطوة بدون خطوة. مثلا هناك عندنا مثلا بالبلدان العربية هاي عادات راح يخطبها بعدين راح ينو حتى يقول انه انا اريدها لانها ما يروح مثلا بلدان العربية ما يقدر يروح يحكي وياها صادقها او يتعرف عليها او يقعد وياها الا اذا كان خاطبها. بس هنا أنا يعني تقدر تروح تحكي وياها تشوفها شلونها ما شلونها بدون ما تفتح فيها موضوع الزواج. يقول لك لازم تشوفك انت خوش واحد حتى يعني تفتح فيها موضوع الزواج اصلا ما تعرفك اكيد راح ترفضك يعني شيء هذا منتهي من عنده انه واحدة ما تعرفك ولا شيء شو راح تقول لك قبل ايام ما يخالف من زوجتك. وحاول لا تبين لها انك اذا انت عندك فلوس تحاول تبين لك تبين لها عندك فلوس اختبرها اكثر من مرة جربها شوفها ما تدور فلوس مو من النوع يعني عندها سوالف مو زينة طبعا هاي بالفترة اللي تتعرف عليها بيها وتعرفها شلون ما شلون هي يعني ها كلها اكيد يعني ها اشياء تسأل عنها ما اعرف ايش نفس الاشياء اللي عندنا وين شو سوي من تروح قبل شو مسوي ما اعرف لاني تروح تسأل عنها وخاصة يعني احتمال يعني تقريبا 98% اذا كانت هي مسيحية وانت تزوجت او شافتك زين 90% و80% راح تصير مسلمة هي وياك. فانت اذا يعني راح تكون رابح بالدنيا او بالاخره ما اقول لك يعني تعال اوفك بنت بلدك وتعال تزوج هنا بس اذا انت شفت مثلا جد دار تدرس بروسيا وردت تتزوج تحصل الجنسيه الروسيه ما قبلتني على الشمس كل ساعه تفتر من شيء غيم وكل ساعه تصعد وتنزل اي. فاذا حبيت يعني اكيد بنت بلدك تعرف تقاليدها وياك وهذه الشغلات اكيد اذا انت عرفت احد من بلدك وعجبت بيها واكيد يعني احسن لك يعني تشوف تقاليدنا ما يحتاج ذاك الشيء. بس اذا انت حبيت تتزوج روسيه فهذا اللي قلت عليه والله خلني في مكان اقعد فيه
وين أقعد؟ نعم كان أروح مشكلة هذا المكان يعني مجانا وبي مسلمين هوايا، فبس وما أريد أطلعهم بالفيديو لأنه أكيد ما راح يكونون، راح أحاول أن أشوف مسلمة قاعد تمشي أفرج الكاميرا. أي هاي الأشياء حكيت عنها هي أهم الأشياء اللي تخليك يعني تشوف في الوحدة اللي تناسبك وعاد تبقى أنت وياك عشان تسأل عنها مثل ما قلت. هذا انتهى الجزء الأول من الفيديو. الجزء الثاني من الفيديو شنو سالفة هاي الفيديوهات اللي طلعت والناس ما يعرفون روسي، يعني هو كل شيء هاي ليش يتعلم روسي، بس اللي يدرس بروسيا أو اللي عنده حبي يتعلم لغات راح يتعلم روسي. فما يعرفون يشوفون الترجمة، نطلب من الحكومة العراقية، نطلب من الحكومة الجزائرية المصرية، كل واحد يترجم شكل انه نطلب منهم الزواج ونحن شعب لدينا الأولاد قليلين وما عرفه من هذا الخريط. طبيت على فيديو أول ما بديت فيه عرفت انه كله كذب، لأنه من أول ما بدأت تحكي قالت قاعد أصلا هي كانت من طريق حكي هاي أو هيك قاعد تقول شعر، كانت تقول عزيزي أو حبيبي أنت لا تعرف كيف تكون الحياة، أنا قاعد تحكي وياه هذا الحكي، هم شنو ترجميها؟ نطلب من الحكومة الحقيقة توفير الزواج لنا، ولا كلمة نفس هاي جابها على هاي، قل له تينيز نايس ومذان السوالف، يعني أنت لا تعرف، مترجميها نطلب من الحكومة العراقية أو نطلب من الحكومة المريخية، يعني فشي ما مرتبط بشيء يعني نهائيا ما يشبه شيء. فهاي ترى الفيديوهات كلها كذب، لا حد يصدق بيها نهائيا ولا حرف بيها صحيح، هي بنية روسية قاعد تلقى الشعر أو أي شيء قاعد تحكي كلام عادي وبكيفهم يترجمون جوا، وخاصة اللي مو بس بالروسي بأي لغات هم الثانية يعني اللي يتلعبون بالترجمة يستغلون ضعف الناس بباقي اللغات، يعني يقول ما يعرفون خلينا نترجم كيفنا راح يصدقون كان انجليزي ولا روسي ولا غيره، هي حكي شكل والترجمه شكل. هاي شنو اليوم هذا العرس الله صاروخ يمه، الترجمه شكل والحكي شكل يختلف تماما، فلا تصدقون بهاي الشغلات و يعني كلها كذب وماكو كل شيء ما ينطق نهائيا، لا تسمع انه ينطق 10000 دولار مليار دولار ما اعرف ايش، دينار واحد ما ينطق، وتاخذ الجنسيه الروسيه هي مو جنسيه فد شيء يعني كلش مثل يخليك تدخل كل دول العالم وما اعرف ايش، لا يعني جنسيه صحيح احسن من العراقيه بس مو فردنا مو ذاك الشيء. هذا العرس اليوم دا احكي عن الزواج على راس بكل مكان، مو قلت لكم اياكم ياكم ترزقون عمي، هذا الجامع، هذا جامع مايكوب، هذا هو والاشجار بدها تطلع، طبعا هسه شيء شمس فما طلعت يعني الخضار مالته بس هي كلش حلوه، لا قلبه هيك لا شمس رقم شمس تتمشى كانت احلى انه كان شويه ظل، هسه الالوان تطلع حلوه بس هي كلش حلوه الالوان مالت الاشجار. فهذا حبيت اقوله بهذا الفيديو، الفيديوهات الكلام اللي تسمعوه مال الترجمة ان الروسيات اللي يحكون نطلب الزواج كلهم كذب مو صحيح نهائيا ولا حرف بها صحيح، الا جاء عمود الزواج وما اعرف ايش من روسيا، فشي هذا يعني ما انصح به يرجع عمود زواج لانه اللغة مو سهلة، وثاني شيء حزتك تتحرف ويعني ما تعرف هاي منو هاي منو، فالاحسن لك تتزوج من بنت بلدك اذا تقدر، بس اذا حبيت تجعل الدراسة وحبيت تاخذ الجنسية وتستقر هنا فقلت لك هاي الشروط، مو شروط يعني النصائح اللي انت تحتاجها حتى تحصل على بنية روسية زينة صالحة للزواج مو صالحة للعب، صالحة للزواج. فلهنا انا اكون وصلت لنهاية الفيديو، اذا عجبكم اضغطوا لايك واشتركوا في القناة اذا مشتركين وفعلوا زر الجرس. مع السلامة.